يا شاهد التحدي. تحذيرات فلسطينية من وجود تهديد حقيقي لحياة العديد من الأسرى في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد أو الاعتداءات والقمع التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون في ظل سيطرة حكومة اليمين المتطرف على المعتقلات، حيث بات تجاوز القانون جزءا من تقاليد عمل مصلحة السجون. يعني الحالة الصحية التي كنا نحذر منها قبل أيام هي التي أدت إلى استشهاد الأسير بسام السائح بفعل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحق الآلاف من أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة أن إسرائيل تدير الظهر لكل منظمات الصحة العالمية، للجنة الدولية للصليب الأحمر، لمنظمة أطباء بلا حدود. هي لا تسمح لأي جهة بالاطلاع على ملفات أسرانا المرضى، ولا تسمح للمرضى بأن يقوموا بكشف دوري عن أوضاعهم الصحية كل 6 أشهر، ولا يقدم العلاج الطبي اللازم لهم. لذلك هذا ما يفسر ارتفاع عدد أسرانا المرضى داخل السجون. مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات المعنية بالأسرى أمام مقر الصليب الأحمر خلال الاعتصام الأسبوعي، حذر المتحدثون فيه من وجود خطورة على حياة الأسرى، لا سيما أن هناك لجنة قضائية تختص بالنظر في قضايا الأسرى المرضى، لكنها باتت معطلة بقرار حكومي إسرائيلي بغية إعدام الأسرى المرضى. نعقد هذا المؤتمر الصحفي لنتوجه بنداء للحركة الوطنية الفلسطينية بأن تعمل على توفير مظلة حماية للأسرى الأبطال الذين ينكل بهم ويقتلون، ولعل دمائهم جزءا من الفاتورة التي يسددها الفلسطيني وتحديدا الفلسطيني المناضل لإزاحة مقعد من هذا المعسكر إلى ذاك. أي أن قضية الأسرى خلال العام 2019 على وجه الخصوص صارت جزءا بل نقطة محورية في الجدل الصاخب بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية. رفض شعبي لاستشهاد الأسير بسام السايح تمثل بخروج العشرات من طلبة جامعة بيرزيت باتجاه المدخل الشمالي للبيرة. أمطرت قوات الاحتلال بقنابل الغاز السام الطلبة فأصابت العديد منهم، واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال. باستشهاد الأسير بسام السايح يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 220 شهيدا. استشهاد السايح حرك الشارع الفلسطيني ودفع طلبة جامعة بيرزيت إلى التحرك لدعم وإسناد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولو كلفهم ذلك الإصابات. فراس لنير، فضائية النجاح، من المدخل الشمالي لمدينة البيره.